اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم الاسبوعي فيها حاجه حلوه. النهارده على فكره من الحلقات اللي بتعجبني انا شخصيا جدا، لان فيها حاجات صناعات يدويه وحاجات كده تهم الناس. واحنا على فكره يعني الشباب بتوعنا لو يشتغلوا الصناعات اليدويه دي في مشاكل كتير قوي قوي هتتحل، مشكله البطاله، والناس هتكسب فلوس لانها بلد سياحيه، ولما فيها صناعات يدويه هتعود بالربح الوفير لكل شبابنا. ولا ايه رايك يا دينا؟ اهلا بيك يا دكتور، مساء الخير عليك اولا. وطبعا انا معاك جدا انه بلدنا بلد سياحي، وعندنا دلوقتي في فتره فعلا الاخيره بدا الهاند ميد يظهر بشكل كبير قوي، وعندنا صناعات مهم جدا احنا نستثمر فيها، هنطلع منها الايد، حلاوه الايد الشغاله، هنطلع منها يعني فرص مذهله، فرص عمل، سواء كانت ان انا اقدر ان انا اخلي اسر تعتمد عليها بشكل كبير جدا. كمان الحقيقه يعني احنا يمكن صناعه الجلود ليها باع طويل جدا عندنا في بلدنا، وطلعنا منها حاجات ثريه جدا، هي صناعه مهمه جدا، ويمكن عشان كده كان اهتمام الدوله في الفتره الاخيره بانه يبقى في مدينه مختصه بدباغه الجلود وصناعتها، وهي مدينه روبيكي. طبعا قد ايه يعني تحيه هامه جدا للدوله ان هي قامت بكل هذه المجهودات، وانه يبقى في يعني ان انا اقدر احمس، وان انا اقدر ان انا يعني اخلي هذه الصناعه تزدهر اكتر، وان انا اديها الامكانيات من المكن بقى واجهزه وكل حاجه تخليها لا تنقصها شيء عن اي دوله اخرى. على فكره انا عايز، طبعا كلامك جميل جدا جدا، بس انا عايز اضيف حاجه انا شفتها بعيني، ان صناعه الجلود من الصناعات التي تتوارث، يتوارثها الاجيال، اجيال وراء اجيال، رغم انها صناعه سهله جدا، انما هي مشكلتها في الدباغه، ان تاخد العجول من المواشي والحاجات دي كلها، ومن التعابين وكده، وبعدين المشكله الثانيه ازاي يدبغها وطلعها جلد، وبعدين بيعملها بقى احزمه وكده. لذلك احنا عندنا ناس كتير قوي بتيجي من الدول العربيه تشتري من عندنا الاحذيه، وتشتري من عندنا الاحزمه اللي هو البلت، يعني الحزام اللي هو جلد تعبان. فمصر على فكره من الدول الرائده قوي قوي في دباغه الجلود، بس هي على مستوى ضيق لانها صناعه مش متوسعه، ولكن صناعه متوارثه من جيل الى جيل. عندنا مثلا في السيده عائشه يدينا ناس بيجيبوا الجلود دي وتطلعوا منها سمغ، وبعدين بياخدوا الجلود يدبغوها ويودوها حته تانية. فلا صناعه جميله قوي، وزي ما قالت كده دينا ان الدوله ابتدت تعمل مدينه عامه لتعليم الحرف، زي حرفه مثلا الساغه. ان شاء الله نعمل حلقه باذن الله على الموضوع ده. لازم. عملت مدرسه، هي طبعا طول عمرها الساغه عندنا بتتصنع وكده، بس طبعا في ورش صغيره، انما عشان تعمل مدرسه يبقى انت يعني مسبقا عارف انك هيجي لك سياحه، عارف ان المستوى الاقتصاد بتاعك بيزيد، فبالتالي بتحتسب ده بانك بتوسع الصناعات وبتوسع دايره الايدي العامله او الحرف، الحرفيين المهره يعني. حقيقي ده مهم جدا ان احنا نستغل ده، والحقيقه طبعا ده هيكون معانا فقره رئيسيه بتاعتنا، وهنتكلم بشكل متوسع اكتر، هنشوف الكوليكشن الجديد اللي طبعا هتجيبه لنا مصممه الجلود والمصنوعات الجلديه شيماء شمس، هتكلمنا بكل ده بشكل اكتر. لكن انا كنت كمان يا دكتور حابين نتكلم في البدايه عن الحقيقه الحلقه اللي فاتت، واحنا يعني كنا بنتكلم في موضوع ايضا مهم جدا، خرجنا بس مباشر لزياره طبعا الرئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته لمصر، وكنا بنشوف يعني قد ايه يعني كان في تعاون سياسي، وقد ايه كان في كلمة لسيد الرئيس وكلمة للرئيس المجري. لكن بعد ما خرجنا من الحلقة الحقيقة اللي ما خدناش بالنا منه او كنا لسه ما شفناهوش، الزيارة دي خلال الاسبوع ده الحقيقة كانت مهمة جدا. ليه؟ لانه شفت الحقيقة في عين رئيس جمهورية المجر انبهار شديد جدا بجمهوريتنا احنا بقى، جمهورية مصر العظيمة، انبهار بأثرنا، انبهار بحضارتنا. كان الحقيقة لو شفتوا حضراتكم الصور اللي موجودة هتلاقوا قد ايه بينظر لحضارتنا، وقد ايه يعني نظرته فيها عمق شديد وانبهار غير عادي. هو لأول مرة بيشوف هذه الآثار، كان بيزور الهرم، بيزور سقارة، بيزور الأقصر، قد ايه عارفين مدينة الأقصر هي يعني مستقطبة بشكل كبير جدا لكل السياح، وهي فيها يعني آثار هائلة جدا مليانة بالحاجات العظيمة. هو كان منبهر، مش هو لوحده، هو وزوجته وبنته وكل الوفد المرافق ليه. فانا حبيت اتكلم قد ايه احنا بلدنا مليانه حاجات حلوه على فكره. الاقصر انا اشتغلت في الاقصر كتير قوي، وقعدت في فنادق كتير قوي في الاقصر، وينتر بالاس، مش عايز اذكر اسامي. السياح كلهم بيجمعوا الالماني والجريجي والصيني، كل دول اتعاملت معاهم، كانوا يسموا الاقصر ديت عاصمه العالم. فرحت جدا حقيقي. يعني يقول لك الاقصر
عاصمة العالم. وعلى فكرة مش مصر بس اللي ليها آثار، لا كل بلد على فكرة، يعني مثلا الصين فيها آثار، إيطاليا فيها آثار، في بلد ليها تاريخ، إنما مصر ليها آثار. طبعا مصر هي مهد حضارات العالم، ومش احنا اللي بنقول كده، ده المستشرقين كلهم من جميع دول العالم قالوا ان مصر كل الحضارات طلعت من مصر. مصر ليها طابع خاص في الحضاره بتاعتها، ليها طابع خاص في الاثار. يعني يدينا انا مثلا لما كنت اروح اي حته والاقي اجانب وعايز اجيب لهم هدايا، اجيب لهم هدايا ايه يعني؟ يعني اقرب حاجه بجيب البردي، البردي اللي هو مش طبيعي حقيقي، فكانوا ينبهروا بالوانه. قلت لهم والله لو شفتوا البردي الهاند ميد الحقيقة، او شفتوا البردي اروح اوريه لهم في المتحف المصري، البردي بقى الاصلي الاصلي. فالموضوع بالنسبه لي الالوان، يقول لك دي معقوله برديه من ملايين السنين ولسه محتفظه بالوانها ومحتفظه برونقها؟ بص مصدقين، بيبقوا منبهرين فعلا. فعلا احنا عندنا حاجات حلوه كتير قوي، بس للاسف 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 احتمال من كتر ما اعتدنا عليها ما بقتش تبهرنا، وما بقيناش نحافظ عليها قوي. العين بتاخد عليها، العين بتاخد عليها. احنا بقى ناخد فاصل، يعني فاصل صغير، ونيجي بقى نضيفها نشوف الصناعات الجلدية الجميلة معاكم. فاصل قصير ونعود مرة تانية. يعني اللي بيبقى لابس قطعة من المنتجات أو المصنوعات الجلدية ده بيقولوا يعني بيبقى متكلف، ودايما بالذات المصنوعات الجلدية الحاجات اللي تخلي الواحد كده يحس ان هو لابس قطعة ثرية جدا. كمان مش بس سرية، هي بتبقى حاجة يعني من الحاجات اللي ممكن معمرة معانا وبتعيش بشكل كبير جدا، وليه يعني بتبقى خصائص مميزة كده للجلد وبالذات الجلد الأصلي الأوريجينال. النهاردة جايين نعرف انه خصوصا ان احنا في عصر التكنولوجيا مع وجود الانترنت مع وجود حاجات كتير جدا في حياتنا اصبحت دلوقتي مش من الكماليات، بقت من الحاجات الأساسيات، زي مثلا كفر الموبايل بقى من الحاجات المهمة جدا ان احنا النهاردة يبقى عندنا كفر شيك جدا الموبايل. النهاردة لما يبقى الكفر ده من المصنوعات الجلدية ده شيء مهم جدا، وعايزين نعرف ازاي ممكن نعمل الكفر ده بالشكل الجميل والراقي ده، من الحاجات المهمة جدا ان احنا نناقشها النهاردة في يعني حلقتنا فيها حاجة حلوة. عشان كده قلنا النهاردة تبقى فيها حاجة حلوة مع شيماء شمس مصممة المصنوعات الجلدية. اسمحوا لنا نرحب بيها. اهلا بيكي. ازيك يا استاذة شيماء؟ الحمد لله. انا عايز اوري بس الحاجة الجميلة دي للناس. يعني ايه رأيكم؟ يعني تحس ان في عبق كده، يعني مدياني قيمة مش كده؟ والله هيك ربنا يكرمك يا رب. لا بس انا بحييكي على الشيء، يعني انت بتعملي فعلا حاجه، عملتها ازاي؟ هو طبعا تقنيه الجلد عموما في التعليم بتبقى خطوات مراحل. الاول بتبقى مرحله اللي هي البسيطه جدا للناس المبتدئين، اللي هي مرحله التصنيع الباترون، ازاي اعمل باترون شنطه، ازاي ابتكر ان انا عايز اعمل تصميم معين في دماغي. وبعد كده بقى مراحل اللي هي البروفيشنال قوي بتيجي بعد كده. يعني مثلا حاجه زي كده انت اكيد احتاجتي، او زوج حضرتك احتاج مثلا، كلنا بنحتاج بلوك نوت بالظبط، فانت لقيتيه مثلا جايب حاجه كده اي كلام من بره، فقلت له ايه القرف اللي انت شايله ده؟ لا تعالى. ففاجئتيه مثلا بحاجه زي كده. وبعدين بقى قمت ايه فاتح، انا اتعلمتها له مخصوص كمان مش كده يا فندم؟ انا حاسس بدايه يا فندم يعني. فطبعا حاجه زي كده، وهو طبعا لما يمسكها وبعدين يروح بقى شغله ده، لا طبعا بياخد حوافز وياخد حاجات ويترقى بسبب اجنته. فانا بنصحكم يا جماعه اشتروا حاجات زي كده هتترقوا وتعمل معاكم شغل يعني. لا انا بحييكي بصراحه، حاجه جميله يعني. بس اللي انت فخدتي بقى يعني جبتها ازاي يعني؟ يعني ايه دي فيها بروز يعني؟ شايفين يا جماعه فيها بروز حاجات كده. تقنيه التأبيب، الحفر على الجلد والتأبيب. طبعا طب ده مش حفر، اسمها ايه؟ حفر وتأبيب. تأبيب اتقبب، تعمل قبب. بالظبط ان احنا بنبل الجلد وبنعمل بتول معينه كده، بنخلي الجلد بارز لبره. ببله ميه وبعدين تقببيه كده. بالظبط. وفي الحفر والدق برضو لازم. طب ممكن يبوظ يعمل يتوسع؟ لا ما هو ليه بقى طريقه معينه بنحافظ بيها في مكبس مثلا. لا 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 بنحافظ بيه مثلا، بنجيب سولوتيب من ورا في ظهر الجلده بنلزقه. بس في مرحله التقبيب لازم اشيل السولوتيب في الحته اللي انا هقبب فيها. وتقببها برسمه مش كده؟ طبعا موضوع الرسمه ده كل دي خطوات. طب ما ممكن تقبب من كله، اشمعنى هنا مش مقببه وهنا لا مقببه؟ لا ما هي التول عباره عن زي دايره كده، بركز على المكان اللي انا عايزه اقببه بس. يعني احنا لما كنا بنعمل رسومات على الازاز كنا بنرسم الازاز كده في الاستوديو، بعدين نفحر الرسمه بعدين نوديها للراجل يقعد يفحر فيها فيطلع الحاجه بارزه. دي لما تحطي الجلد كله في الميه الجلد كله هيبوظ. لا لا انا مش ببله كله، انا ببل بس الحته اللي انا عايزاها. مجرد تبليها بس كده. بالظبط كده. مسافنجه مبلوله من ظهر الجلده ببل الحته اللي انا عاوزاها من الظهر مش من الوش.
الدهجه بس. لا تمام. وريحتها مميزه. اه طبعا. هو ده بقى اللي عايز اسالك عليه. اه والله الجلد الجلد الطبيعي فعلا بيجي لنا دايما من ريحته يعني. بنعرف هل فعلا انا ادمنت ريحته خلاص يعني. الموضوع بالنسبه لي بقى رهيب يعني. بس انا حاساكي يعني انت برضو على قد ما هو ليه ريحه قويه انت بتعملي حاجات معينه عشان برضو تقللي الريحه دي. ما هي الريحه دي بتروح مع الصبغات. اه يعني هي كده زي ما اكيد بتضيفي اكيد بتضيفي خامات معينه. تقللي ايه يا ماما؟ لا في بتبقى حاجات. لا بس على فكره في ناس ما بتحبش ريحه. اه الريحه نفاذه قوي. هو ده اللي بتكلم عليه. مش كل الناس ممكن تكون حابه ان تبقى ماشيه ريحه. هو ريحته وهو نباتي بتبقى ظاهره قوي. وهو نباتي لسه ما لسه الخامه جايه لك تقنيات ولا صبغه ولا يكون رو ماتيريال بيسموها نباتي بالظبط كده. اه بس على فكره انا لما اكون معايا شنطه جلد وجهه منظر بيها قدام اصحابي بقول لهم شيمو. ايوه هات لك كبريت. ايوه هو الجلد الطبيعي. بس طبعا مش زي ده. انا وريتك شنطتي. لا زي ده. طب هنكمل ده بس فاصل قصير ونرجع لكم تاني. مصر الحقيقه يعني طول عمرها بتشتهر بصناعه الجلود وعندنا باع طويل جدا وقصه طويله جدا مع صناعه الجلود. وعشان كده يعني قد ايه لازم ان الصناعه دي تتطور مع الوقت وبتلاقي دايما تطلع لنا حاجات جديده جدا مختلفه بشكل كبير جدا. هنعرف التفاصيل اكتر وهنعرف وهنشوف الكوليكشن الجديد اللي جايبه لنا النهارده الشمس شيماء شمس مصممه المصنوعات الجديده. برحب بيكي مره تانية منورانا منوره الاستوديو. اهلا بيكي. نور بيكم. ايه بقى موضوع الرسومات دي؟ يعني هل انت حضرتك ابتديتي بتعرفي ترسمي؟ اه يعني انا اصلا بحب الرسم. اه يعني رسامه. اه يعني جلود فنظمتي كل الفنون ببعض بالظبط كده. هو الموضوع بدا عندي ان انا اصلا بحب الرسم جدا وكان نفسي ادخل فنون جميله يعني. الله. بس الموضوع جه في حقوق فمش مشكله يعني الحمد لله عدت. ما هو فني يعني برضه جت على قد كده. هو فني. لا بتفصلي القوانين يعني وتصمميها مش انا على قد الكليه بس وبعدين خلاص بقى اتجهت ان انا عايزه اعمل حاجه بقى فنيه تخصني انا يعني. طب هو سؤال سؤال فضل. اي مهنه بتبتدي يدوي وده لحضرتك زي صناعه الترابيش كده تمام وبعدين بيبقى فيه تقنيات حديثه موجوده بالظبط الناس بيبتدوا يستغلوها. ايه التقنيات الحديثه اللي حضرتك ممكن تفيدينا بيها بتساعدك في انجاز هذا الاعمال الراقيه يعني؟ هو دلوقتي ما شاء الله بقى فيه ناس كتيره جدا مقبلين على تعليم صناعه الجلد. جميل طبعا. الجلد اليدوي الهاند ميد اكيد شموا ريحته. اه مش كده وادمنوها مدمنين كتير قوي. جميله. فالموضوع ده كل ما زاد وانتشر كل ما فعلا بقى فيه خامات او وتولز بتجي لنا من بره دلوقتي بقت موجوده في مصر. كنا الاول بنشوفها كده على الانترنت ونبقى متحسرين الله يا ريت ده يبقى عندنا وكده. دلوقتي الحمد لله متاح. التجار بقوا بيوفروه لنا. في ناس طبعا بقوا بيعملوا حاجات منتجات مصريه بيقلدوا بيها التولز اللي هي المستورده دي وفعلا بتادي نتيجه كويسه جدا. حلو. في برضه تقنيه زي تقنيه الليزر دي بقت بتسهل على ناس كتير قوي ان هم يشتغلوا. اه جميل قوي. يعني انا مثلا انا مش فنان ما بعرفش ارسم بالظبط كده ممكن مثلا اجيب مثلا حاجه واحطها. اه يعني لو فنان ما بتعرفش ترسم وحته الليزر دي ان انا اروح اودي له صوره عايز اعملها على شنطه هيرسم لك بالليزر على الشنطه هيرسمها اسود على الجلد. وحضرتك تلونيها وانا بقى الون واعمل فيها اللي انا عاوزاه. طب والخرام دي انت عندك مثلا حاجه كده بتخرم؟ اه دي خرامه وممكن برضو خرامه عاديه ولا بتروح توديها للراجل يعملها؟ لا دي خرامه يدوي فيه طبعا. وفي بقى حته في سنادل دي خرامه اليدوي بتاعت الورق؟ اه لا لا مش بتاعت الورق. خرامه خاصه بالجلد. للجلد. زي خرامه الحزمه كده. زي خرامه الحزمه. ايوه بالظبط كده. فدي طبعا دي حاجه يدوي. وفي حاجه اسمها سنابك تخريم برضو دي بتبقى سنابك تخريم. سنابل تخريم؟ سنابك. سنابك. دي بالشاكوش وبندق عليها بنخرب. احنا معانا دلوقتي صور شيماء ليكي. لا ده شغل شيماء الهاند ميد. الشنطه دي عليها رسمه التمساح. احنا عارفين طبعا الحاجات اللي هتجذب دايما في اي مشغولات الحاجات الغريبه يعني الحاجات اللي هي بتبقى يعني جديده وشكلها وبتاخد احيانا منه جلد التمساح تقريبا. طبعا في طبعا جلد التمساح ناس بيشتغلوه. بس احنا في الجلد الطبيعي وفروا لنا حاجه اسمها طبعه التمساح فبقت دي اسهل في الشغل كمان. تمام. والصوره الثانيه دي لايه بنوته افريقيه. افريقيه دي انا كنت عاملاها حاجه ليزر ولونتها وطبعا صبغت الجلد حواليها وصنعت بقيه الشنطه. جميله يعني طالعه بالوانها على الجلد فاحنا يعني الله. طب انا عايزه اسال سؤال. ليه ما استهوكيش يعني عملتي شنط وعملتي البتاع الجميله ديت الراقيه دي وحاجات كده هايله يعني حاجات ربنا يخليك يا رب. لو حد شالها لا ده بيتحط في ليفل تاني. ليه ما عملتيش حزمه؟ ولا الاستاذ ما بيلبسش حزمه عشان كده مش حاجه. ليه صحيح؟ لا هو طبعا يعني انا ممكن اعمل
بس هي حته ان انا شويه هاويه الحاجات اللي فيها اشكال فنيه، مش يعني في ناس طب اصلا. طب الحزام ممكن يترسم عليه حاجات يا فندم؟ اه يتعمل عليه لوجو. انا كان في شنطه هنا، الشنطه دي انا عامله جواها حزام، ده بيتلبس. انا بتكلم كده. ده بيتلبس على الوسط وفي نفس الوقت حزام شنطه، يعني بيتفك من الشنطه. اي انا بتكلم على ده، يعني حزام 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 وتجيبي له التوكه دي من بره ويبقى حزام. يبقى هو قصه، بس ان انا شويه ليا في الحاجات اللي هي ايه غريبه شويه. ازاي تلب اكتر يعني؟ انت عارف ساعات الحزام اللي يعني في الرجاله ليهم مثلا بس ممكن يكون ما فيهوش شغل. لا يعني ازاي؟ ممكن تكون ايه مش هتطلع فيه ابهات، بس يمشي كتير يعني. حزام كتير في المجال كمان ما شاء الله متخصصين في الحزامه. لا بس انا عايزه اعرف، مش بس الحزامه، انت ليه ما دخلتيش مثلا في الجواكت؟ بتعملي جواكت؟ لا البوتات الحاجات اللي هي كوكس خاص او باترون خاص. لا ونوع الجلد كمان مختلف، ما ينفعش الجلد ده، الجلود دي ما تنفعش في الجواكت. لا ممكن جلد الماعز هو اللي ينفع في الجواكت. فما ده مش بعيد عنك شويه. لا انا بشتغل بمواعز برضو، يعني في جلد ماعز بدخله كتير في شغلي، بس الجاكيت لازم جلد ماعز ولازم باترون تفصيل، يعني لازم يبقى حد اصلا شاطر في التفصيل في الديزاين وانه يصمم ويعمل حاجات مقاسات بقى. بالظبط. يعني وغالبا بيبقى مكان كمان. الحزام الجلد الطبيعي اللي احنا بيقولوا لنا عليه جلد طبيعي، بس طبعا ملوش نفس ال انا غيرت وجهه نظر على الجلد الطبيعي على فكره. تمام. حزام بنشتريه حوالي 400 450 500 جنيه تقريبا، ده من كام سنه. تمام. بس بيعيش. لو الحزام بالجلد بتاعك طبعا هيبقى ليه شكل مختلف، بيخش له في حدود كام؟ لا بس على فكره الرقم ده يعني هو ارخص من كده بكتير، يعني ممكن الحزام بالجلد الكواري يعمل حوالي 200. لا ما طبعا انا شاريه من محل ماركه معينه بالثمن ده. هي اكيد جاي من المصنع بتاعك. لا حضرتك اسعار ثانيه. بالظبط. حضرتك لما تنتجيه يكلف كام النت برايس بتاعته والاوفر هيد اللي اتحط عليه او المكسب؟ هو تقريبا بيدخله في حوالي 250 جنيه 300 جنيه بكتير. لا رخيص يا فندم. انا حاجز 7 8 تحزيم. ويبقى كله هاند ميد، يعني مش داخل فيه شغل مكنه. يعني في ناس في المجال برضو عندنا بيشتغلوا هاند ميد ويجوا عند الخياطه يودوها لناس متخصصين بيخيطوها لهم مكنه، فتبقى دمجت بين الاثنين. جميل قوي. في توك زمان كنا لما نعمل المكرميه دي ساعات التوكه بيقبلوها بالايه؟ عارفه المكرميه اللي هي شغل بالحبال ده؟ ايوه انا عارفاه. هل ممكن تعملي توكه بدل التوكه اللي هي الحديد دي توكه بالغزل بحيث تبقى كل الحزام جلد؟ ما فكرتيش فيها؟ لا ما فكرتش فيها. متهيألي هتبقى يعني الميتال دايما بيبقى ليه قيمه. أيوة اكتر اعلى، ما حدش هيبقى يحب المكرميه. لا يعني انا لبست دوت وكده قلت لهم يا جماعه ده كله جلد طبيعي، بس المكرميه هيقول لك لا مش هنصدقك. انا الجلد لازم ندخل فيه اكسسوارات، وتوكه الحزام دي من ضمن الاكسسوارات اللي بتدي قيمه اكتر. بالظبط كده، لازم تبقى قيمه. يعني حتى الشنط، حتى ايدين الشنط لازم يبقى فيه مكلفه جدا. يعني لازم يبقى فيه حاجات. الشنطة اللي ورا دي يعني بالذات الديزاين اللي هو الاسود اللي ورا ده، لانك انت هنا عامله لوحه كاتبه بيوت. هو ده اللي بتكلم فيه. انت كاتبه لي اسم وعامله لي بيوت. ما اصل انا اول ما بدات شغلي كنت بعمل شنط اشكال بيوت بس، يعني دايما تلاقيني انا بحب قوي رسومات البيوت دي، بتحسسني اصلا بحاجات زمان. يعني الحاجات دي انا رسمها بايدي ولونها، وهي فعلا يعني تحسي كده بتجذبك، تجذب العين قوي. فبقيت مشهوره في المجال بان انا شيماء شمس بتاعت البيوت اللي هي بتعمل شنط البيوت. لا وريف في حاجه بعد كده بدات اعمل حاجات بقى مختلفه. دي تناسبنا كزراعيين. أيوة داخله مصر الزراعيه. ايوه بحب قوي بحسها. وريني كده نقول للناس. اتفضل. شايفين يا جماعه فيها حاجة حلوة، مصر الزراعية وفلاحين. جلد طبيعي. والنخلة حلوة يعني غالية يعني. والبيوت الجميلة. شايف؟ لا ورسمة بسيطة جدا. لا موضوع بس موضوع فخم يعني. الواحد بيحس فيها بحنين كده. طب هي حضرتك هنا مفيش أي يعني هنا رابطة بالحزام هنا بقى بتربطي ليه؟ ولا ده ديكور؟ لا دي بطانة ببقى يعني لازقاها في ظهر الجلد. يعني اللي ورا يعني ده دي بطانة. دي بطانه؟ دي بطانه. يعني ده مش الجلد طبيعي؟ لا يعني ما هو البطانه جلد طبيعي. لا البطانه جايه الجلد جاي كده ببطانته. لا الجلد بيبقى نباتي تماما زي الشنطه من جوه. يعني زي قلب الشنطه من جوه. يعني الجلد بيجي كده يا فندم؟ ده طبقتين؟ ده طبقتين. يعني طبقه الجلد من أنا فوق. انا فاكر ان هو جه كده ببطانته. لا انا طبعا بحط البطانه دي في حاله ان مثلا لو الجلده ظهرها مش نظيف، مش حلو ان انا اسيبها كده. ولو انا هركب كباسين، فعشان اركب الكبسونه دي لازم اركبها في البطانه. طب ده الريحه جايه من البطانه مش جايه من الجلد. مش كده يا دينا؟
شوفي كده الريحه ريحه الجلد. اصل البطانه دي برضو بطانه قشره جاموسي او بقري. يعني برضو منتجات الجلود. لا انا ما بستخدمش اي بطانات خالص قماش او اي خامه ثانيه غير الجلد عشان حاجه جلود برضو. بالظبط. انا عايز اعرف الديزاين بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني انا النهارده حد مثلا عايز يعمل اوردر او في شنطه من الشنط الجميله ان انا شايفه اشكال كتير قوي النهارده انت جايبه لنا كوليكشن كله جديد جدا جايبه بكل الاحجام حتى يعني حاجات صغيره وحاجات كبيره وكل النهارده عايز اعمل ديزاين معين من الحاجات دي هياخد مثلا الاوردر منك او مجهود قد ايه؟ هو لو حاجه انا اصلا عامله تصميمها اوريدي قبل كده انا اصلا ببتدي التصميم لوحدي ما بقاش حد طالبه يعني بعمله مع نفسي وتطرحيه بقى على البيج بتاعتك فالناس كدا. تشوف انت فالناس لو طلبت الشنطه الواحده تاخد مني في حدود مثلا اسبوع 10 ايام. الله حلو. مش وقت السؤال فبحدد الوقت ده بقول طبعا لان في ناس بتستعجل حاجتها فاكرين ان تطلب الاوردر النهارده بكره يجي لها. بالظبط. لا طبعا عايز اسال سؤال مكمل لدينا. اتفضل حضرتك. هي دينا قالت ايه التصميم ياخد منك قد ايه؟ لا ياخد مننا قد ايه لو حبيت اعمل الحاجات دي واوفر فلوس واعمل حاجه كده على قدي. بص حضرتك انا اول شنطه عملتها قعدت فيها شهر بحاله. مش حلو مش وحش. مش وحش طبعا. بالظبط عشان كانت شهر بس بتمسكي حاجه قيمه يعني. بالظبط كده بس كمان عشان كنت لسه بتعلم بس يعني الفينشنج بقى الفينش بيتطور مع البني ادم طول ما هو شغال. تمام. يعني اول شنطه غير اخر شنطه. طب اتعلمتي ازاي؟ انا عايزه اعرف يعني ايه اللي خلى الحاجات تتطور عندك مع الوقت. هو الموضوع كان جاي صدفه تماما. انا شفت بيج على الفيسبوك فيها شنط عجبتني كنت هشتري. تمام. ففضلت متابعه البيج دي فتره يعني بتفرج على منتجاتها فجاه لقيتهم عارضين عن كورس ان في كورس ان انا اتعلم بقى ان انا اعمل الشغل ده. عجبني قلت طب ما اجرب وانا اصلا فاضيه يعني ما كانش ورايا حاجه بس انا بحب قوي اي اعمال فنيه يعني جربت انا اصلا جرافيك ديزاينر بس الولاد والبيت وكده ما قدرتش ان انا انزل اشتغل فكنت عايزه اشتغل حاجه من جوه البيت. المهم لما لقيت الكورس ده كلمت الناس وقلت لهم يا جماعه الكورس مكانه فين وبرده عشان ما اخرجش من البيت هم ما شاء الله جولي الله ادوني الكورس لغايه عندي برايفت في البيت. جميل. الكورس كان حوالي اربع مرات اربع محاضرات. طبعا هو الكورس بيدي برده مبادئ يعني اللي هو مش بيديك كل حاجه الاسرار بتاعت المهنه برده. لا الاسرار دي كلها الواحد بيعرفها يعني. لوحده. بالظبط. كل واحد بيبقى ليه طريقته. بالظبط كده. لا وفي ناس ما شاء الله طبعا دلوقتي في المهنه يعني ناس شاطرين جدا وبيدوا معلومات بلا مقابل يعني سؤال. انا سؤال بقى. انا النهارده حبيت استهويت اللعبه دي. تمام. خلاص انا طبعا في حاجات ناقصاني يعني ما بعرفش ارسم ما بعملش ودي انا استعيد عليها بالليزر. تمام. ابتدي بكام؟ اقدر اجرب واللي انا جربته ده مرموهوش برضو هيتباع ويجيب فلوس بامانه. بكام دي ابتدي بكام اشتري جلود وكده لغايه لما اطلع حاجه؟ على الاقل هشتري جلده يعني جلده واحده. يعني حضرتك قلت لنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت بالقدم. ما هي يعني بالقدم هي بتتقاس بالقدم بس انا ما فيش جلده يعني عشان انا ما ينفعش اروح للراجل بتاع الجلود اقول له انا عايزه 2 قدم هو مش هيقدر يقطع بالجلده. تشتري جلده؟ اشتري جلده كامله فرخ يعني. جلده كامله حيوان كامل دي تبقى رول مثلا. حيوان. حيوان كامل. حيوان كامل. ده بكام ده؟ على حسب بقى نوع الحيوان لو هو بقري او جاموسي او جلد نعام. لا في جلد نعام غالي قوي مش موجود دلوقتي يعني ما صادفتوش بصراحه قدامي. لا موجود بس هو طبعا ممكن يكون مستورد يعني في اكيد بس هيبقى. لا عندنا نعام هنا يا فندم عندنا مزارع نعام ما شاء الله مش متوفر قوي في محلات الجلود. جلد نعام رهيب وغالي غالي. غالي جدا. بتتكلفي كام يعني مش هنشتري بقى جلد نعام وبتاع نشتري الحاجه المتاحه الافيلبل يعني. تمام. بيبقى بقري جاموسي ماعز جملي. ده بقري ولا جاموسي؟ دوت كواري جاموسي. كواري جاموسي يعني ايه كواري؟ ما هو الكواري دي كلمة بتطلق على أي جلدة نباتي يعني جلدة لسه أنا هعمل عليها تقنيات. لسه ما دخلتش يعني. أيوة بالظبط كده. لسه أنا هرسم عليها ولون واسبغ واعمل كل حاجة. بالظبط. جلدة خام. كام بقى؟ هشتري لو هي حيوان كام؟ لو هشتريها مثلا جاموسي أو باغي في حدود ال 400-500 جنيه. حلو قوي. الله. ظريف قوي. عشان حد يبتدي مشروعه. أنا عايزة أقول لك يعني حسبة 1000 جنيه. الماعز أرخص من كده. الماعز ممكن الجلدة بس الماعز بتبقى أقدامه صغيرة شوية. فالجلده ممكن تعمل لها من اول 60 70 نقول 120 جنيه مثلا الماعز. جميل. بس الماعز بيبقى عشان خفيف فلازم يتبطن فبضطر اشتري معاه بطانه. فيعني التكلفه ايه بالواحد بيقعد يحسبها كده هو عاوز يعمل ايه. تمام. قبل ما اشتري الجلد لازم احدد التصميم او الشنطه اللي انا هعملها ويبتدي مشروعه
ممكن يدخل في 1000 2000 جنيه مثلا اعتقد حاجه او بدايه بسيطه. بس ممكن نعمل النهارده يعني انا عايزه اسالك بقى السؤال المهم. شايفه ان صناعه الجلود او النهارده انت عامله اعتقد مشروع تمام بيعمل او بيوازي ربحه النهارده؟ انت تقدري ان النهارده اسره تعيش عليه؟ هو محتاج محتاج مقومات معينه علشان يطلع ربح كتير. محتاج مثلا اعلانات جامده، محتاج اعلان ممول تسويق. على الفئه ايوه تسويق كويس على الفيسبوك مثلا. محتاج برضو يبقى معاكي حد بيساعدك، يعني حد بينتج لوحده استحاله يقدر برضو يعني يوازي طلبات الناس. لو هو لو انت بقى عملتي اعلان ممول وجالك طلبات كتير اوردرات كتير، لازم يبقى في حد مساعد. لا انا اعتقد حاجه لغايه دلوقتي انا لوحدي يعني مش ربح مش فظيع يعني، بس على الاقل بجيب ثمن خاماتي بس انا من جوايا مبسوطه يعني عشان بعمل. بس في حاجه يا فندم، احنا لما بنروح مثلا لدينا عايزه تشتري حاجه سنيه بتروحي لحد معين تمام، بتخشي المحل ده بتلاقي 3 4 لو حاجات حريمي بتلاقي كتير وناس معينه اللي بتروح. الحاجات دي مش هتبيعيها في محل الشنط في العتبه طبعا. دي اولا اما عايزه معارض بالظبط كده او عايزه براند معين تبقى معروف الناس هتجيلك تمام، غير دعايه غير عاديه لانها حاجه مش غير عاديه بالظبط. وبعدين اللي هيروح يشتري بتاع زي اللي انا مبسوط منها ديت ده هيمشي يقول يا جماعه ده انا شاريها من شيماء عنده ثقافه شمس. صح ولا غلط؟ بالظبط بالظبط هيبقى عنده كده. فدي محتاجه، لا دي محتاجه فلوس. أنا يعني انت لو هتبتدي ب 1000 جنيه لا محتاجه قصادهم 10000 جنيه دعايه عشان تقدري تكسبي بالظبط كده. ومحتاجه يعني حد يساعد، محتاجه ايدي عامله، لازم يبقى في طقم عمل كده معاكي يقدر عشان تقدري على اوردرات او كده. السوشيال ميديا والانترنت ساعدك قد ايه يعني؟ لا كتير طبعا، بنسبه مثلا 80%. جميل، ساعدني جدا لان الناس لما بتشوف الحاجه بتعجبها بتطلبها. طول ما الموضوع مستخبي مش ظاهر ما فيهوش اي شو باي شكل طبعا. وفي اي مكان بقى يعني انت ممكن توصلي اماكن بعيده كمان تطلبوا الاوردر وبتقدري ان انت تبعتي لهم. مع اني لغايه دلوقتي لسه ما عملتش حته الاعلان الممول ده عشان انا لسه لوحدي فمش هقدر الاحق لو عملته، بس الحمد لله بعلن في جروبات كده يعني. لكن بتطمحي انك تكبري الموضوع طبعاً طبعاً وانه إن شاء الله. يبقى ان شاء الله معاكي حد مساعد ليكي وتعملوا مش قطعه واتنين، لا تعملي اوردرات بقى يعني. اكيد ان شاء الله، هو ده مشروع الاسره بتاعتنا اصلا. حتى جوزي ما شاء الله يعني هو مهتم بالموضوع وحبه قوي وبيشجعني جدا جدا من ساعه ما بدات. انا عايز اقول للناس يا جماعه هو معاها في الكواليس ومترقب الموضوع بشغف، واحنا حاجه بتترص يعني. عايزاكي تتكلمي انه قد ايه انه يبقى في حاجه يعني وراكي بتشجعك طبعا حافز. ده مهم هو لما زي. هو طبعا في البدايه هو عارف ان انا يعني بحب الفن وبحب ان انا اعمل حاجه بايدي وبحب بعمل يعني ابقى مشغوله بحاجه انا بحبها. بصراحه كان مديني وقتي خالص، قال لي عايزه تنزلي اشتغلي اعملي اللي انت عايزاه، عايزه تجيبي جلد. اداني فلوس طبعا في الاول كانت المصاريف رهيبه بتاعت الخامات والادوات والكورسات. فما شاء الله هو واقف جنبي من الاول من البدايه ولغايه دلوقتي واقف جنبي ده الحمد طبيعي. لله يعني انا لو عندي المدام بتعمل الحاجات دي يقول لها هقف ضدها يا دينا مثلا. لا بس هو فعلا في ناس احيانا بعض الازواج في ناس بتوقف في ناس بتهد الموضوع كله من البدايه، يقول لها جربي ومش عارفه ايه، مش يلاقي الموضوع بقى انها مثلا قلبت جزء من الشقه بشغلها بادواتها او يخاف انها تاخد وقت ووقت الولاد. فلا يعني تحيه لكل زوج وكل راجل وكل اهل النهارده بيقفوا جنب اولادهم او يعني رفيق الحياه او شريك الحياه، انك النهارده تدفعه لما ينجح النجاح ده بيعود على البيت. هي طبعاً. بتبقى مبسوطه من جواها معنويا بالضبط. ان هي قدرت تحقق الحته اللي هي نفسها فيها صح. فبتبتدي بقى تدي بيتها واسرتها ده بيخلي طبعا دي. البني ادم بيتعامل بطريقه تانية خالص لما بيبقى من جواه راضي عن نفسه وراضي عن اللي بيعمله. بني ادم تاني خالص بيتولد من جديد بالضبط. ما بيبقاش هو نفس البني ادم اللي قاعد نفسه يعمل نفسه. حاجه ومش عارف يعملها ومحصور في دور البيت والولاد والمذاكره هو الحمد ده. لله ايه الشريحه اللي بتستهوي الناس زبايلك يعني تمام. كلاينت تمام. الشريحه من الرجال والستات ومستواهم الاقتصادي. هقول لحضرتك على حاجه، في البدايه اول ما بدات بصراحه ما كانش السوق فاهم قوي شغل الهاند ميد، يعني كان ناس كتير قوي تستغلاه، تحس ان هو ليه يعني ليه الرقم طبعا. ده على شنطه طب ما ننزل اجيبها من اي محل شنطه صناعي وخلاص تقعد معايا فتره الحمد لله دلوقتي انا بقالي في المجال حوالي مثلا نقول 5 سنين. جميل جدا. كل سنه بجد والله كميه الناس اللي بتهتم بالهاند ميد وبالجلد الطبيعي وبتقدره بتزيد جدا. الشريحه الاقتصاديه جدا ما شاء الله. الشريحه اقتصاديا والستات اكتر ولا الرجاله؟
لا استات اكتر. طبعا عايزه اقول لك يا دكتور كان في واحده يعني بتتكلم انه اكتر حاجه بتصرفوا فيها وبتندموا عليها ايه. طبعا الناس بتقول اي حاجه بنصرفها بنندم عليها، الفلوس عموما بتصرف بنندم عليها، لكن في واحده قالت يعني لفتت نظري بالموضوع ده انه الشنط الحاجه الوحيده لو بنصرف فيها ما بنندمش جدا. فجميل انت متخصصه في الشنط والباكس بتاعت الفلوس والحاجات اللي هي النوتس، كل الحاجات دي ما بقتش كماليات والله، يعني بقت اساسيات في حياتنا جدا. مثقفه على فكره. لا لا بصي ما بصي دينا دينا عشان مثقفه فاهمه انها تشتري ايه وهتقعد معها قد ايه وشكلها حلو، دي عشان مثقفة. انما هل كل الناس بتفكر زي دينا؟ ما اعتقدش. في شريحه معينه فاهمه هتدفع ايه حتى لو مش غنيه. أيوة ده اللي انا اقصده من سؤالي. يعني في واحد موظف عادي جدا ويشتري سنطه ثمنها غالي بس هو عارف هو بيشتري ايه وهتفضل معاه قد ايه. في كلاينت عندي هي مستواها عادي جدا، مش يعني مش ده اللي انا عايز اوصله، مش شريحه فظيعه ما شاء الله. هي بتموت في حاجه اسمها شنط هاند ميد جلد طبيعي رسومات. هي اصلا ما شاء الله عليها، واضح ان هي بتعز الفن قوي او فنانه. مش عايزه اقول لك بمعدل كل شهرين مثلا تطلب 3 4 شنط. الله زي ما تقولي ايه عامله موفره وده بيخليها تخلي اللي حواليها يعرفوا قيمه الحاجه. وبتكلمني تقول لها الله الشنطه دي حلوه جايباها منين، ولما حد يعجب بالشغل وهي ماسكاه بتقعد تكلمني وتبعت لي رسائل شيماء الحاجات عجبت الناس، ده الناس منبهرين، ده الناس معجبين. طبعا جميله قوي هي. عارفه حضرتك انا متخيل ايه دي ده؟ لو انا عندي مثلا ريسبشن بتاعي، يعني انا متخيل طبعا تبقى وليد لحظه يعني، والمدام عندي زي الاستاذه شيماء كده بتعمل، انا هاخد الحاجات دي احطها كديكور وبعدين هعلقها. انت بتعملي كده؟ والله يعني والله كده. يعني شوفي انا بفكر برضو بعقليه الفنان، هتبقى ديكور وفي نفس الوقت هتخش من باب الشقه هتشم الريحه العبق الجميل ده بتديك كانك في متحف. والله انا بدات الجلد ينتشر عندي على الكنب وعلى الحيطه ديكور. ما هو دي النقطه. والله فعلا ممكن يبقى مكملات نعمل منها كوشن نعمل منها حاجات. انا بس عايزه افرج الناس النهارده قبل ما يعني تنتهي وقت حلقتنا بسرعه، في معاكي ديزاينات مختلفه للشنط، فلازم الناس تعرف ان دلوقتي الشنطه اللي هي اللي عند ظهري دي طالعه موضه جدا. فالنهارده لما بنعمل منها قطعه فريده ده شيء مهم. يعني بقى كبار كبيره بتاخد كبار صغير. لا شوف يا جماعه الرسمه رسمه صعبه صعبه جدا. لا والديزاين بص من ورا يعني ده بتاع البنات كلها لا دي عشان قال البنات الشكل ده على الظهر فانت عامله لهم شوفي شويه ده ايوه الله شوفي فيها رسمه. لا تصميم يعني. صعب جدا صعب جدا فعلا. يعني هي الرسمه دي معموله حرق ليزر برضو. حرق ليزر الليزر ما شاء الله يعني بيظبط حاجات كتير قوي. بيساعد جدا في الرسومات اللي هي ناس ممكن تختار صوره وانا مثلا مش في امكاني ان انا ارسمها او حتى ما عنديش وقت او يعني عندي ضغط شغل مثلا. طب كمان في شنطه معينة عايزاكي سريعا تتكلمي برضو عنها اللي هي الصغنونه اللي في ما خدتش حقها بصراحه دي اللي هي أول وانا شايفه فيها خامات تانية داخله لفت انتباهي بصراحه من الصبح وعايزه يعني اكلمك عنها. الخامه اللي انت مدخله شموع ولا مدخله ايه قطيفه؟ ده جلد جملي شموع. الله اصور جلد الجمل فيه منه الشموه ده ناحيه جلد وناحيه شموه، فانا دايما بجيبه بحب قوي الناحيه الشموه منه، في منه كل الالوان فيها دفء كده غير عادي. انا حاساه يعني عارفه دايما الشموه ما بيدخل في اي حاجه بيديكي كده جو الشتوي الجميل. انا عايزه اقول لك من التطور اللي حصل برده في صناعه الجلود ان بقى في باترونات اجنبيه بتجيلنا من بره ان احنا ممكن نشتريها. انا بحب ايه بقى؟ لو انا اشتريت باترون اجنبي، دي الشنطه دي بصراحه باترون اجنبي بس انا ما باخدش الباترون زي ما هو وانفذه ذا سيم، يعني لازم اغير فيه، تدي البصمه بتاعتك. يعني الورده دي والورد اللي في الجناب دي تصميمي انا. لكن دوران الشنطه الدوران بتاعها مش طبيعي. مش يعني الديزاين بالزبط. اللي احنا واخدين عليه العادي الشكل بتاعها عموما الاسطواني ده باترون جميل. ده باترون اجنبي انا قدرتي ان انت تطوعي الجلد معاكي ان يوصل للشكل ده بالظبط. ما ده جلد لباني اصلا هو طري. يعني برده بجيبه نباتي وبصبغه وبعمله كل حاجه. طب هي في سؤال، لو واحد مثلا لارج قوي ملياردير تمام وعايزه تقدمي له حاجه زي كده، هل في اكسسوارز معين غالي زي مثلا الزراير دي ذهب مثلا تعملها له كذا فتديها قيمه مضافه؟ ممكن في فنانين طبعا بيعملوا في فنانين اللي هم بتوع الحاجات الصاغه او اللي بيعملوا ده ممكن اطلب منها عموله تعمل لي حاجات عموله وانفذها. بس احنا شويه في مصر عندنا شويه ظلم في موضوع الاكسسوارات بتاعت الشنط دي ان هي كاتيجوري واحده موجوده. في حاجات طبعا قليله قوي معظم الفنانين ما بيجيبوها، يعني في حاجات خامات قليله قوي تلاقي دايما المصانع اللي هو الصناعي
بيستخدموها اكتر. احنا في الهاند ميد الحمد لله بناخد الحاجه اللي ممكن التوب اللي هي اعلى حاجه اللي موجوده بس اعلى حاجه موجوده عندنا برضو مش هي الحاجه اللي احنا عاوزينها. يعني عارفه احنا عايزين احسن من كده, فهي دي بس الحته اللي شويه فيها ظلم شويه للهاند ميد في مصر. النقطه المهمه قوي اللي عايزه اتكلم معاكي فيها, وهي انه لو حد النهارده عايز يطلب حاجه معينه عليها اسم عليها رسمه معينه, سهل قوي. دلوقتي بقت الحاجات جايه مع مثلا مناسبات, عايزه ادي حد في عيد ميلاده في 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 فالنتاين, فبكتب الاسم بتاعه بحيث تبقى يعني بتاعته طول العمر. تطلب كتير قوي. بتقدري ولا تقولي لا انا خايفه لحسن ما تجيش على الديزاين انا هعمله؟ يعني بتوافقي اي حاجه يطلبوها منك؟ لا انا لا انا بحب دايما اقنع العميل بوجهه نظري لو هي يعني لو هي الافضل. يعني ناس معظم الناس ما شاء الله اللي بيطلبوا او يعني اللي بيحبوا الهاند ميد ما بيبقوش يعني متزمتين قوي برايهم, عندهم ثقافه وعي. انا عايز بس اسال, هو طبعا حلقتنا خلصت بس سؤال واحد. احنا ساعات بنشتري جلد النعام ونوديه الراحي اللي يصلحوا لنا جزم بتبقى غاليه قوي. تمام. هل الحاجات دي ممكن اوديها جلد اوديه الراجل يعملها جزم ولا ده ما ينفعش؟ لا, هي الجزم برضو غالبا بيستخدموا الجملي في يعني ممكن والبقري وطبعا في انواع كتير قوي من الجلود تنفع للشوز بس, وفي ناس على فكره بيعملوا حاجات هاند ميد جزم وبوتات. هايل جدا. انا سعيد جدا بالحلقه. انا عايزه بس تقول الصفحه بتاعتها قبل ما نختم حلقتنا, لو ليكي حاجه الناس توصل لك بسهوله. ايه اسم البيج بتاعتك؟ انا اسم البيج بتاعتي ستيتش, يعني غرزه خياطه عشان كل الناس برده مش بيبقوا ستيتش. ستيتش. طب نقول السبيلنج بتاعها بحيث الناس. اس تي اي تي سي اتش. تمام. بس وانا كمان على فكره اي حد بيسالني في اي معلومه, ناس اونلاين يعني بيسالوني على اي حاجه عايزين يتعلموا, الحمد لله بلاقي. خدنا منك اذن ان احنا هنسالك وهتعلمينا. وانا هو اول تلميذ عندي. انا بشكرك جدا جدا, الفنانه الجميله الموهوبه الاستاذه شيماء شمس, بنشكرك جدا على الحلقه الممتعه ديت بصراحه, فتينا وفتنا ساده المشاهدين. وانا بشكركم جدا ربنا يخليكم. يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا زي ما احنا اتبسطنا النهارده. الحقيقه دايما الشغل الهاند ميد وخصوصا زي ما قلت في البدايه الصناعه الجلديه مهمه جدا, استثمار دلوقتي الحقيقي فيها, وقد ايه كمان الدوله ساعدتنا في ده في انها اتاحت مدينه كامله لصناعه الجلود. وطبعا الفنانين المبدعين بتوعنا المتميزين اللي بنحاول ان احنا يعني نظهرهم لحضراتكم زي شيماء شمس كده, بيدوا بصمه هايله جدا وغيروا فكرتنا عن المصنوعات الجلديه التقليديه. يا رب تكونوا اتبسطتوا, واذا نلقاكم في لقاء جديد وفيها حاجه حلوه استودع قناه الله وامنه, والى اللقاء.